ساعات المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. المملكة ترحب بالحجاج القطريين وتدعو السلطات القطرية بإزالة العقبات أمامهم. وزارة العمل تطلق خدمة العمل المؤقت في موسم الحج عبر بوابة أجير. الوكالات الإخبارية تنافس منصات التواصل وتحارب الأخبار المزيفة. نبدأ مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوة بما تقدمه لكافة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، داعي المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات التي توفرها المملكة لقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء المناسك وإزالة العقبات التي تفرضها لمنعهم من القدوم. ومشاهدينا، قبل البدء بملفاتنا الصحفية دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الإعلامي حسن الشهري، حياك الله. الله يحييك وأحييك وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا بك. وأيضا مشاهدينا ضيفي من أبها البهية الأستاذ سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن، حياك الله أستاذ سلمان. الله يسلمك، حياك الله. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ حسن، على ماذا يؤكد ترحيب المملكة المستمر بالحجاج القطريين في كل موسم؟ ترحيب المملكة بالحجاج القطريين هو يأتي امتداد لترحيب المملكة بكل الحجاج في العالم. نعم. قطريين وعرب ومسلمين وعجم. المملكة العربية السعودية يعني تقدم من الجهود والضيافة لضيوف الرحمن ما لا تستطيع الدول مجتمعة أن تعمل ميزانيات لهذا المنسك والركن الهام. صحيح. ولكن يعني ترحيب المملكة كإعلان للانعكاسات السيئة التي والحواجز التي تقوم بها قطر في سبيل عدم وصول القطريين الحجاج القطريين للمملكة، وبث في الإعلام الخارجي أن هناك يعني عراقيل من جهة السلطات السعودية، وهذا غير صحيح. السعودية تعلنها على الملأ، تفتح الأبواب أمام القطريين وأمام غير القطريين. نعم أستاذ سلمان، يعني أبغى أعرف كيف ترى حرص المملكة العربية السعودية على إنجاح كل موسم من مواسم الحج في كل عام، بينما هناك دول وجماعات معروفة ربما تحاول تسييس الحج. الله يسلمك. في البداية أنا شهادتي تكون مجروحة، أنا أتكلم عن ما تقدمه السعودية للحجاج في كل عام وللمعتمرين على مدار العام. المملكة العربية السعودية تأتي الشهادة إليها من الدول العدوة قبل الصديقة بأن ما تقدمه من خدمات للحجاج في فترة زمنية محددة وفي وقت معين وبخدمات راقية ومتميزة أمر تعجز الألسن عن وصفه. الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية
للحجاج كل عام تتطور وتختلف عن العام الذي سبق، سواء من حيث التوسعة في الحرمين الشريفين أو من حيث الإمكانيات أو الخدمات الأمنية أو الخدمات الصحية أو كافة الجوانب الأخرى. ولذا ما نشاهده الآن من محاولات تسييس للحج من دولة قطر هو أمر يعني ليس غريب، لأن قناة الجزيرة التي تدعي بأنها تنطق الحقيقة لم تتكلم عن الحج قبل العام 2017. فلماذا بعد ما اتخذ القرار من الدول الرباعية بوصف قطر بأنها دولة داعمة للإرهاب أتت لتهاجم المملكة العربية السعودية ولتسير على ذات الخطوات الإيرانية في محاولات لتسييس الحج؟ المملكة العربية السعودية تبقى دولة عظيمة، تبقى دولة كبيرة، تبقى تخدم 2 مليون حاج في فترة محددة وفي موقع معين، بينما دويلة بجنبنا عجزت أن تستضيف 42 فريق لكأس العالم. نعم. الفنادق 12 فندق وعدد المستضيفين 17. فلذا لا نقيس الأمور من زاوية قطر أو ما تقوله قطر، لنترك القافلة تسير، ولا يمكن للمملكة العربية السعودية أن يتحدث عن إمكانياتها وعن ما تقدمه للحج إلا الدول العظمى ومن أتوا للحج. نعم، جميل جدا. أستاذ حسن، في كل موسم تحاول قطر أنها تبان للمجتمع بأنها دولة المظلومة وتدعي المظلومية أكيد، بينما المملكة تقوم بتقديم كافة التسهيلات لكل الحجاج والمعتمرين من كل بقاع الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالحجاج القطريين في الفترة الأخيرة. هل أثبتت الأحداث أن لا وسائل سياسية لدى قطر؟ محاولة يعني قطر تسييس الحج هي محاولة بدأت منذ يعني بدأت مسألة المقاطعة. نعم. لموقف قطر الداعم للإرهاب، فكل ما تتوقع أنه ثغرة أو نشاط أو جهد أو بذل أو عطاء للمملكة العربية السعودية هي تقوم بمحاولة تشويه هذه النجاحات. النجاحات السعودية في منسك الحج هي يعني نجاحات مشهودة عالميا، ومن الصعب على دول كبرى، ولا أتكلم عن قطر لأنها خارج لعبة الدول الكبرى. نعم. على دول كبرى أن تقوم يعني بعمل جبار متكامل وفي وقت وفي زمن محدد، تتضافر فيه كل الجهات الحكومية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يشرف مباشرة على الحج. فكيف تأتي دولة كهذه وتتحدث على أن المملكة العربية السعودية تعرقل مجيء القطريين؟ السعودية الآن أعلنت، فتحت الباب معلنا رسميا إعلاميا. نعم. أن الباب مفتوح، وأن المسألة في هذه القضية بالنسبة للقطريين هي محاولة تسييس، هي الوجه الآخر لإيران. من المستفيد؟ قولي من المتضرر. المتضرر أنا أعتبر أنه الحجاج القطريين الذين يحاولون أن يضيقوا عليهم. لا، أنا عارفة أن المتضررين هم الحجاج القطريين، لكن من المسؤول من هذه عملية التسييس بكاملها؟ هم القطريين أنفسهم. من المستفيد يعني؟ الإعلام القطري، الناس الموتورين، الناس الذين يعني يبحثون عن كل النجاحات يحاولون أن يحولونها إلى أخفاقات، وهي لا تتحول لأنها أشياء واضحة ومعلنة ويتابعها العالم أجمع. نعم. أستاذ سلمان، هل أثبتت الأحداث أن قطر لا تمتلك وسائل سياسية بينما تمتلك فقط أبواق إعلامية فارغة؟ سيدتي، قطر تملك قناة الجزيرة، منبر إعلامي مذموم يحارب النجاح في العالم ويسعى إلى تفتيت المجتمع العربي. سيدتي، أنا أريد أن أشير إليك وإلى ضيفك العزيز الأستاذ حسن وإلى المشاهدين بأن نظام الحمدين فتنة على المسلمين قبل العرب. إضافة إلى ذلك بأن عادة لا يرمى بالحجر إلا الشجر المثمر. أنا أتوقع وأنا أجزم فيما أقول بأنه لو أوتي بنظام الحمدين والجامعة الطقة اللي معاه الشلة اللي معاه في قطر لينظموا أحد الشوارع كافة، أنا أتكلم القطريين في مكة المكرمة لفشلوا في ذلك. فلذا
نحن لا نريد أن نولي هذه الدويلة اهتمام أو ننظر إلى منابرها التي تحارب وطننا المملكة العربية السعودية، والنجاح دائما مذموم. لنواصل المسير، وما تقدمه المملكة العربية السعودية تستطيع أن تقدمه في وقت معين لكل الحجاج هو أمر بصراحة معجز. إذا كان أثبتت الأيام بأن الاستعدادات لكأس العالم من 10 سنوات من عام 2012 إلى الآن قطر لم تقطع 40%، ولا زالت توجيهات لها من الفيفا بأنها تحاول أن تستعين بدول الجوار من أجل إنجاح هذا مؤتمر رياضي أو تجمع رياضي، فما بالك بموقع تجمع فيها أكثر من 2 مليون حاج. نعم. على قطر أن تستحي، على قطر أن توفر أول فندق أو فندقين للبعث الرياضية. نعم. عليها. نعم. توفر ملاعب أول. نعم. إحنا نستضيف عبر مطاراتنا يا سيدتي وفي هذه الموقع البقعة الطاهرة أكبر تجمع في الأرض. نعم. فلذا أنا لا أريد أن أتحدث عن قطر. نعم أستاذ سلمان، نكتفي بهذا القدر الحديث عن هذا الملف وانتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة أجير بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج وتلبية لاحتياجات الموسم وخدمة لضيوف الرحمن. وأيضا توفر بوابة أجير سوق عمل إلكتروني تعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة. أستاذ حسن، ما أهمية التوظيف للشباب بشكل مؤقت في موسم الحج؟ التوظيف للشباب بشكل مؤقت ليس وليد هذا الحج، وإنما هو أتوقع من أكثر من 50 سنة موجود. لابد أصلا أن يكون هناك توظيف للمواطنين وللمقيمين حتى تواجه الدولة يعني هذا المنسك الضخم بأعماله الكبيرة جدا والتي لا يمكن أن يفي فيها الناس الذين يقومون بعمل الحج سواء في المخيمات أو في الدوائر الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات. نعم. أو الدوائر المساندة، لأنه العمل كبير جدا جدا. نعم. وهو موجود منذ عقود، ولكنه يعني أن يأتي بعملية منظمة ومقننة ومن خلال عمل إلكتروني وتشرف عليه وزارة العمل، فهذا شيء جميل جدا. أولا يحفظ حقوق الذين الطرفين يحفظ حقوق القوى العاملة والمنشأة وينظم سوق العمل. صحيح. لأنك أنت تعرف كم دخل وكم خرج، والعملية ليست عشوائية، وأن العمل يعني يأتي تحت رقابة الدولة وحفظ حقوق العمال الذين أنا ما أعتبرهم عمال، أعتبرهم يعني ناس يخدمون ضيوف الرحمن في هذا الموسم الهام جدا، والذي يعني يأتي يعني تصديقا لما ذكرناه في المحور الأول أن المملكة العربية السعودية تجند كافة خدماتها لخدمة ضيوف الرحمة. نعم أستاذ سلمان، كيف تقيم جهود وزارة العمل في هذا الجانب؟
بصراحة جهد جديد، وبالنسبة لي أنا وتصوري أنها راح يقدم شيء مختلف، خاصة بأنها سوف يكون شيء منظم بعيد عن العشوائية كما كان في السابق. كان في السابق الاعتماد على تقديم للوظيفة مع بداية موسم الحج، ومن ثم لا يكون هناك معرفة بالإجراءات ولا بالطرق التي من خلالها يتم التوظيف أو العمل، وأيضا ضياع الحقوق، البعض قد يضيع حقوقه. الآن هناك أنظمة رسمية، التقديم عن طريق موقع إلكتروني لوزارة العمل يضمن التنظيم أو في المقام الأول، إضافة إلى الحقوق، والأهم من هذا بأن سيكون معروف دور كل شخص في هذا المجال والعمل الذي يقوم به بعيدا عن العشوائية والضياع، وهذا سيخلق فرص أيضا لتوظيف الشباب. ما أتمناه في هذا الجانب أن يطبق في المواقع أيضا السياحية في فصل الصيف وفي مواقع أخرى الربيعية، لذا أعتقد أنها خطوة لوزارة العمل ناجحة وجبارة، وستشهد مناسبات أخرى غير الحج. طيب تأخرت في هذه الخطوة برأيك أستاذ سلمان؟ تأخرت وزارة العمل في هذه الخطوة؟ لا أعتقد بأنها تأخر، بقدر ما هو من واقع دراسات سابقة، ونظرا لكثرة الشكاوي من بعض الموظفين الذين ضاعت حقوقهم أو أهدرت أو العشوائية في العمل، ما نشاهد الآن هو خطوة تنظيمية أكثر من أي شيء آخر، ولذا سيؤتي النتائج وسنشاهد عمل مختلف. وكما قال الزميل حسن، هو مرتبط بالمحور السابق لما تقدمه المملكة العربية السعودية كل عام من شيء جديد ومختلف من أجل خدمة ضيوف الرحمن. سؤال أخير في هذا المحور لك أستاذ حسن، إلى أي مدى تساهم هذه الخدمة في استثمار الشباب في المملكة وخاصة الباحثين عن العمل؟ أنا أعتقد أنها فرصة واضحة ومعلنة. نعم، في السابق كان يعني يأتي، أنا أتكلم عن موسم الحج، يأتي الشباب الذين يريدون وظائف ثم يقدمون بطريقة أنا أتوقع أنها عشوائية ولو كانت معروفة. نعم، للجهات التي تريد خدمات في الحج. نعم، أنتقل مشاهدينا إلى ثالث ملفاتنا الصحفية وخبري من صحيفة الرياضة، حيث أكد عدد من المختصين في مجال الإعلام والاتصال على أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أقوى منافس للوكالات الإخبارية في العالم، ولذلك يجب عليها المحافظة على الخط الإعلامي المميز وأدواته والمتمثلة في المراسلين الميدانيين وسرعة بث الخبر بعد أن يتم تجهيزه بشكل يجذب القارئ بعيدا عن المبالغة، وأن الوكالات الرسمية أصبح لها دور أكثر أهمية في الوقت الحالي، وهو محاربة الأخبار الكاذبة والمضللة وتعزيز المصداقية بينها وبين القارئ خاصة، وأن هذه الأخبار تؤثر على المجتمعات والحكومات. أستاذ سلمان، هل تتفق مع ما أكده المختصين في مجال الإعلام والاتصال على أن هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، هي تعتبر أقوى منافس لوكالة الأنباء في العالم؟ صحيح، بدون أدنى شك. الوكالات، الوكالات تعتمد في العادة على الأخبار الرسمية من الجهات المعنية في الدولة، لكن ما حصل الآن وما يحدث مؤخرا من تطور ومن ثورة في تقنية المعلومات ومن تناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المعلومات والأخبار حتى فيما يدخل في الشأن الحربي والعسكري. صحيح، والسياسي لبعض. نعم، الدول، هذه المعلومات للأسف أن خلط صحيحها بمكذوبها. نعم، ولذا فإن وكالات الأنباء في أغلب الأحيان تقف مكتوفة الأيدي من إيضاح الحقيقة للقراء. أحيانا نجد على وسائل التواصل، وقد تشاهدين أو تشاهد المشاهد، نعم، الإشاعة والحقيقة. صحيح، الناس تبحث عن الحقيقة الناس تبحث عن الحقيقة دائما، ولذا أرى بأنه حان الوقت على الوكالات والجهات الرسمية أن تواكب الثورة التقنية الحالية. نعم، وأن تضع لها مراسلين محترفين من أجل وضع القارئ والمتابع أمام الحدث في نفس الوقت. نحن الآن أمام فضاء مفتوح، ما في مجال لأن ننتظر خبر رسمي وما رسمي، يجب المواجهة. لدينا أعداء، لدينا أحداث داخلية، لدينا الآن الحروب وما يحدث في العالم بشكل كبير هو ما زاد من معاناة الوسائل التواصل. نعم، الاجتماعي ونقل. نعم، المعلومات الكاذبة واستغلالها لأهداف غير شريفة بصراحة. نعم، أستاذ حسن، بما أن الأستاذ سلمان ذكر الإشاعة والحقيقة، هل وصلنا إلى مرحلة
أن يقوم أو تكون دور وكالات الأنباء ما بين التأكيد والنفي؟ يعني إحنا نشوف الأخبار أول شيء تنزل على السوشيال ميديا وخاصة تويتر، بعدين نبحث في وكالات الأنباء هل أكدت هذا الشيء أو لا، إذا كان موجود في حسابها صدقناه، وإذا ما كان موجود كذبنا الموضوع. هل وصلنا لهذه المرحلة؟ مشكلة الإعلام الآن أنه فضاء مفتوح، يعني ممكن أي شخص ليس إعلامي يتابعه الملايين، وهذه يعني حقيقة واقعة ولا يجب أن يعني نتهرب منها. نعم. ولذلك كل جهة، كل شخص يملك الآن حساب في تويتر أو في وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، يعتبر نفسه إعلامي، يأتي للمناسبات يبث الخبر، وأحيانا تكون الأخبار هامة جدا سواء اجتماعية أو سياسية أو أدبية أو ثقافية إلى آخره، وهناك يعني تكون هناك إضافات خاطئة أو الخبر يعني يخدم أجندة معينة. وكالات الأنباء هي التي تعتبر المصداقية، يعني مصدر المصداقية الوحيد الآن. صحيح، يعني حافظت على هذه المكانة، هي حافظت على هذه الجزمة، وهي التي تأتي يعني لتصحح كثير من المفاهيم في نقل، نعم، الخبر بالصورة الحقيقية. نعم مشاهدينا، بهذا الملف كون وصلنا إلى آخر ملفاتنا الصحفية، حيث أعلن مؤتمر عقده وزير التعليم والخدمة المدنية الخميس أن اللائحة الجديدة تأتي داعمة ومحفزة للعملية التعليمية، فيما لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان تفاصيلها من استفسارات منسوبي وزارة التعليم واستياء الكثير من جوهر تطوير اللائحة التي ركزت على رواتبهم الشهرية وعلاواتهم السنوية. فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن اللائحة أكدت أن للمعلم 4 فرص خلال 4 سنوات للحصول على الرخصة. أستاذ سلمان، وش رأيك في هذه اللائحة؟ يعني وش قراءتك لها بالضبط؟ والله أنا بصراحة يعني أعطي رأيي وأضم صوتي إلى صوت المعلمين. نعم. إذا كان الوزارة تقول أن اللائحة لا تزال يتم فيها إجراءات يعني ما أكتمل الوضع، أضف إلى ذلك أن موضوع المسميات معلم ممارس، معلم خبير، معلم منتج، معلم، الناس لا تنتظر مسميات، تنتظر جودة في التعليم. نعم. هذه المسميات يعني لا أعتقد أنها ستتطور شيء في مجال أو في حقل التعليم. دائما نحن نقول ونرمي العيوب على التعليم، على مخرجات التعليم، على مناهج التعليم. إحنا من الهدف الرئيسي الذي نود أن نخدمه في المقام الأول هو الطلاب، هو أن نقدم منتج يخدم الوطن، ولذا فإن هذا يعتمد على راحة وارتياح المعلم. لماذا لا نبحث إذا كان المعلمين اللي على الهاشتاغ كلهم غاضبين، كيف سيكون المخرج ناجح؟ صحيح. إذا لابد أن نبحث عن راحة المعلم، ماذا قدمنا للمعلم؟ لا يجب أن نضع المعلم دائما شماعة وأن نضع كل شيء ضد المعلم وأن ندخل في راتبه وفي علاوته الشهرية السنوية وفي ساعات عمله وفي ساعات. أعتقد أن المسميات معلم خبير ومعلم ممارس ومعلم في الأخير هم يعملوا في الميدان. نعم. يعني أنا لا أدري الوزارة إلى أين تتجه، ليس أمامها استراتيجية أو خطة معينة. نحن بدأنا كما أذكر بأقلام أحمر أزرق أصفر أخضر، والآن مسميات ممارس خبير. نعم. في الأخير هذه لا تقدم شيء لقطاع التعليم. نعم. نريد شيء يخدم جودة التعليم. لماذا نضع المعلم دائما الضحية؟ لماذا نحاول نستهدف المعلم؟ لماذا نحاول دائما أن نقلل من شأن المعلم؟ المجتمعات لا تبنى إلا على نجاح المعلمين. إذا أضعنا لدينا الآن مخرجات تعليمية سيئة، طلاب لا يفهموا بعض عواصم الدول العربية المجاورة، كارثة. نعم نعم أستاذ حسن، آخر سؤال في هذه الحلقة، سؤال مهم طرحته صحيفة الوطن، لماذا تم ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية؟ وليش ما تم الاعتماد على تقييم قائد المدرسة مثلا؟ يعني ليش تم تهميش هذا الجانب؟ والله أنا أعتقد المعلم يعني من سنوات هو كبش الفداء. كل يعني تجارب تتم باتجاه المعلم والمعلمين والمعلمات، سواء من إجازات، سواء من تقييم، سواء من استراتيجيات بعيدة المدى قريبة المدى، وفي النهاية يعني بصفة عامة لا نرى الرضا باتجاه هذه القرارات. ينعكس هذا الشيء على الأداء؟ أنا ما أتوقع أن لها علاقة بالأداء، لأنه الآن ربط فيها حتى المعلمين القدامى. صحيح. يعني إذا كنت أنت وضعت خطة للمعلمين الجدد ما في مشكلة، لكن الموضوع لكن انت الان يعني القدامى اتيت
ويعني تحركت في اتجاه يعني علاواتهم أو تقييمهم أو نجاحاتهم. نعم. أكرر، المعلم هو كبش فداء. نعم مشاهدينا، بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام لقائنا بكم اليوم. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الإعلامي الأستاذ حسن الشهري، شكرا لك. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا لقبول الدعوة. وأيضا أشكر ضيفي من أبها البهية الأستاذ سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن، شكرا لك أستاذ سلمان. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.